هذا الحساوي، الحساوي هناك جدي بيشوف الحساوي على العم مبارك عبد العزيز الحساوي، كان عضو مسمى ايام الوالد السيد والسيد هاشم الرفاعي، هو جدي بيشوف مكتوب والله خمس قطع، والحمد لله غيروا الشارع يعني ايجابيه، بس المنطقه قديمه وعليها مخطط وعليها، وابو ايمن ساكن فيها شيخ العقيدات. يا شباب يا سيدي ابو ايمن، نبي ناخذ من معلوماتك عمي، شو الفرق بين جنيب الشيوخ والحساوي والعباسيه على العم عباس المناور رشيدي عضو مسمى مع الوالد ومع ضليعيه عضليه ولا ضليعيه عضليه والبدويه البدويه لا بالفحيحين وعلى الاشداديه اشداديه اي والله في فرق الله شكرا. يعني هي منطقة كبيرة وهذه الأسلاك ذكرياتك مرة ذكراونا لما كان في شاهد أنا الحي التايب. يا رب إن المهلة مال 17/6 حق غير الكويتية اللي تبددها دولة الكويت الحبيبة، ليش خلوا الناس تعيش؟ كان الوالد السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي يقول أنا بشوف الطريق أربع الصبية أحب الناس أحب يعيش خلوهم يعيشون ويفرحون. سمعتوا الأغنية اللي قالها حضر يقول تفرحون تفرح لكم، فانتوا فرحوا لهم وهم يفرحوا لكم، ودار الصباح الكويت دار العمار عمار يا كويت. ابو ايمن كم سنة لك انت؟ ما شاء الله عليك. مختار الجنيب ابو تمر المطيري توفى ذكر قبل كم شهر الله يرحمه. اي والله.